السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة وسيط حنان. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم كاتشوب منزلي اللي كيجي رائع جدا وكيعطي كمية كثيرة وبمقادير قليلة وتماما كيجي مثل الجاهز. نتمنى ينال الإعجاب ديالكم. تبعوا معايا مقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير هنحتاج هنايا معلقة كبيرة من النشا، جوج معالق كبار من مركز الطماطم، جوج معالق كبار من سكر سنيده، معلقه صغيره من الملح، كاس ونص من الماء، ونص كاس غنخلطو مع النشا. هنا كذلك نسيت ما ذكرتش لكم في مقادير 3 المعالق من الخل الابيض. غناخدو شي كاسون وغادي نوضعو صلصه طماطم او مطيشه الحب، جوج معالق كبار، وغادي نضيف لهم الماء ونحركو مزيان. غنضيف السنيدة وغادي نحرك مزيان ونردو فوق البوطة على حرارة متوسطة ونحركو مزيان. سيبه لينا كيدير دوك الفقاعات. بالنسبه هنايا داك نصف الكاس من الماء غادي نخلط معاه النشا مزيان باش هكا نتاكد انه ما غاديش يدير ليا تكتلات في الخليط، وغادي نضيفه على المطيشه وغادي نحرك مزيان بدون توقف حتى كنحس القوام ديال الكيتشوب انه ولا متماسك ولا شويه عقد. هنايا غادي نضيف 3 المعالق من الخل وغادي نطفي على البوطه ونخليه تيبرد ونحتفظوا به في شي قريعه، راه تيبقى مده 4 الاسابيع ما تيوقع له والو وتيجي تماما بحال داك اللي كنشريوه، وكيتقم علينا اقتصادي جدا وكيخرج لنا كميه اللي هي معقوله. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.